احنا اليوم سعداء بافتتاح الباخره غريت كازابلانكا. هذه الباخره هذه تابعه لشركه غريمالدي والتي تهدف الى تعزيز الخط الرابط بين ميناء الدار البيضاء وموانئ افريقيا الغربيه. هذا الخط هذا اللي كيضم بالفعل اكثر من 100 رحله سنويا. هذه الباخره جات اليوم باش تقوي العرض اللوجستي للمصدرين المغاربه، مما يسهل التبادلات ويعزز الروابط التجاريه بين المغرب وإفريقيا. كما تستجيب هذه السفينة الاستراتيجية الوطنية لتطوير التجارة البحرية بين المغرب والساحل الأطلسي لإفريقيا. هذه الباخرة هذه كتعتمد على تقنيات حديثة كتقلل من انبعاث الكربون بنسبة 43%، مما كيساهم في تحقيق نقل بحري أكثر استدامة. بالإضافة إلى ذلك يعكس الاختيار ديال اسم غريت كازابلانكا المكانة المهمة اللي كيحتلها المغرب في مجال النقل البحري بشكل عام، وخاصة في استراتيجية شركة غريمالدي. نحن هنا اليوم بميناء الدار البيضاء من أجل تدشين واحد الباخرة ديال المجموعة الإيطالية غريمالدي. هذه الباخرة اللي زادت في الترسانة ديال الربط البحري عبر ميناء الدار البيضاء، وعنده خصوصيات جد مهمة. أولا السعابية ديالو بحيث كيوصل تقريبا في الحمولة ديالو واحد 2500 سيارة، ما يعادل واحد 4.5 كيلومتر خطي. هاد الباخرة كتحترم، جات بتطورات تكنولوجيا جديدة بحيث كتحترم المنظومة البيئية، حيث يبلغ الاختزال ديالها ديال تقريبا 43% من الغازات الباعثه ديال لافيت سير اللي هو CO2. دونك هذه نقطه جد مهمه فيما يخص التطور البيئي والبيئه المستدامه. هذه الباخره خصيصا غادي تربط ميناء الدار البيضاء بباقي دول غرب افريقيا، مما سيعد نقطه جد مهمه فيما يخص التحولات والتطورات والمبادلات التجاريه ما بين المغرب وما بين دول غرب افريقيا، والذي سيمكن بطبيعه الحال من لدول الساحل من اجل الاستفاده من هذا الربط عبر النظم اللوجستيه المتعدده الابعاد.